هاي أصدقائي، خبرنا اليوم من مصر. تواجدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز مساء الثلاثاء داخل مطار القاهرة الدولي للتوجه إلى جنيف، وذلك بشكل مفاجئ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، والاطمئنان أيضا على حالتها الصحية بشكل عام والتأكد من النتيجة النهائية التي وصلت إليها، رغم طمأنة الأطباء في مصر لها على حالتها. وأكد مصدر مقرب من ياسمين أن خطوة سفرها جاءت بعد عدة أيام من خروجها من المستشفى التي كانت تمكث بها داخل مصر بعد خضوعها لعملية جراحية وعودتها لمنزلها وهي بحالة صحية أفضل تمكنها من استكمال العلاج بعيدا عن المشفى. وأضاف المصدر: كانت تتواصل ياسمين الأيام الماضية مع أحد المستشفيات في سويسرا من أجل السفر لمتابعة حالتها تحت إشراف عدد من الاختصاصيين وعدم إصابتها بأي مضاعفات في المستقبل ولإجراء فحص كامل على نفسها. نتمنى لها السلامة وأن تعود إلى منزلها بخير وسعادة وصحة. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وأدعوكم اشتراك القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أحدث الخبريات على الوسط الفني. شكرا.